صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لأحد أن يتقصد مسجدا من المساجد ويلقي فيه كلمة بغير إذن الإمام، أو يستغل تغيب الإمام في صلاة الظهر ويحضر لإلقاء كلمة فيه؟ يجب التقيد بالأنظمة و الكلام في المساجد له نظام وله رخص، فلا يجوز لأحد أن يتخطاها ويتعداها، يفتح على نفسه باب المسؤولية، وقد يؤذى وقد يضايق. لا يفتح على نفسه هذا الباب، يمشي مع الطرق الصحيحة. نعم.